نعم، هذه للمرة الثانية منذ الصباح، هنالك صافرة إنذار. دعينا نبدأ في حيفا وهي الأهم. قبل ربع ساعة أو أكثر بقليل كان هنالك صافرات إنذار ضوت، سمعت في كل منطقة حيفا وأيضا في منطقة خليج حيفا، منطقة حساسة للغاية من حيث موقعها ومن حيث ما تحتوي عليه هذه المنطقة. وفق بيان الجيش الإسرائيلي قال بأن 10 صواريخ أطلقت نحو منطقة حيفا، كان قد اعترض جزء منها وجزء آخر سقط في أماكن مفتوحة وفق بيان الجيش. يمكن إذا أردنا الحديث عن هذا البيان يمكن الإشارة إلى أمرين. أولا، بيانات الجيش حاليا لا تحدد أعداد الصواريخ التي تنجح القبة الحديدية باعتراضها أو بشكل عام المنظومة الدفاعية الإسرائيلية، ولا وهنالك أيضا تكتم بالطبع على أعداد الصواريخ التي تسقط. ثانيا، هنالك تكتم على المكان الذي تسقط فيه هذه الصواريخ، وهذا أمر يعني رأيناه بشكل كبير أيضا منذ حرب تموز عام 2006. هنالك تكتم على الأماكن التي تسقط فيها الصواريخ، ليس فقط بسبب مثلا إمكانية أن يكون هنالك سقوط في أماكن استراتيجية أو أماكن أمنية، وإنما بشكل عام من أجل عدم إعطاء الطرف الآخر أي معلومة بشأن الأماكن التي سقطت فيها هذه الصواريخ. نتحدث عن مدينة كبيرة، أكثر من 300,000 مواطن في حيفا، يوم الجمعة يوم إجازة. بالطبع تعليمات الجبهة الداخلية بحالة الطوارئ ما زالت سارية في مدينة حيفا وعلى أكثر من 100 بلدة ومدينة من الحدود اللبنانية وحتى جنوب حيفا، ولكن هذا الأمر يعني هو تطور كبير. أولا لأن حيفا فيها الكثير من المناطق الاستراتيجية، فيها أيضا منشآت عسكرية، نتحدث عن ميناء حيفا الذي يعتبر منطقة استراتيجية تجاريا، فيه منشآت أيضا عسكرية، خليج حيفا فيه منشآت عسكرية ومنشآت حساسة، مواد كيميائية، مصانع كيميائية، شركة رافائيل لتصنيع الأسلحة الإسرائيلية، وبالتالي لا يمكن من تقليل أهمية وصول الصواريخ إلى تلك المنطقة. كما قلت، بيان الجيش تحدث عن سقوط صواريخ في مناطق مفتوحة، ولكننا كنا قد رأينا توثيق على نطاق واسع لفيديوهات وصور يمكن أن نرى منها بشكل واضح جدا انبعاث أعمدة الدخان في منطقة ميناء حيفا. لا يوجد أي خبر رسمي عن هذا الموضوع. الفيديوهات التي أيضا يعني متواجدة لديكم يمكن أن نرى فيها أعمدة الدخان واضحة في منطقة ميناء حيفا، ولذلك هذا الأمر على جانب كبير من الأهمية. أظن بأن القوات الإسرائيلية، قوات الاحتلال الإسرائيلي، ستبدأ بالرد على هذه الضربة أيضا في لبنان. قبل ذلك في صباح هذا اليوم حوالي الساعة السابعة والنصف، كان هنالك أيضا صافرات إنذار في طبرية، علمنا عن وقوع صاروخ واحد في بحيرة طبرية، ولكن كما قلت الأهم هو هذا التطور الأخير. كل مرة يتم فيها استهداف حيفا أو انطلاق صافرات الإنذار خاصة في داخل مدينة حيفا وليس فقط في محيطها في المدن التي تحدها من الجنوب أو من الشمال، هذا أمر حساس للغاية نظرا لأهمية هذه المدينة. نتحدث عن مدينة تبعد نحو 40 كيلومترا عن الحدود اللبنانية، بالتالي بالتأكيد استخدام صواريخ قصيرة المدى قد تصل إلى هناك. لا نعلم حتى الآن نوعية هذه الصواريخ، بالطبع ننتظر بيانات حزب الله نفهم الصورة أكثر، ولكن صواريخ الكاتيوشا التي يمتلكها حزب الله بالتأكيد قادرة على الوصول إلى تلك المنطقة. هذا يعني بأن حزب الله لم يبدأ حتى الآن باستخدام أدوات جديدة من ترسانته العسكرية. وفق الإسعاف الإسرائيلي هنالك فقط إصابتين يبدو بأنهما طفيفتين بسبب التدافع للوصول إلى الملاجئ في منطقة حيفا وداخل مدينة حيفا. حتى الآن يعني يتحدثون عن مناطق سقطت فيها شظايا، ولكن كما قلت بيان جيش الاحتلال أكد على سقوط بعض الصواريخ التي لم تعترضها منظومات الدفاع الجوية الإسرائيلية. نتحدث عن 10 صواريخ، هذه ليست كمية كبيرة، فما بالنا لو كان هنالك مثلا هجوم صاروخي كبير، بالتأكيد سيكون من الأصعب على منظومات الدفاع الجوية اعتراض كل الصواريخ، وهذا هو التخوف أيضا لدى الإسرائيليين، إذ أنه حتى الآن ما زالت الصواريخ التي يطلقها حزب الله يعني في نطاق معين على صعيد نوعيتها وعلى صعيد أعدادها. إيمان، دعينا ننتقل إلى تصريحات نتنياهو الأخيرة فيما يتعلق بالاتفاق نحو أو صوب وقف إطلاق النار.
نعم، صباح اليوم وصلنا من مكتب الإعلام الحكومي بيانا باللغة الإنجليزية، أشدد باللغة الإنجليزية، لم ينشر باللغة العبرية، لم أره باللغة العبرية منشورا، رغم أنه بطبيعة الحال ستترجمه الصحافة الإسرائيلية وتعلن عنه، ولكنه نشر فقط باللغة الإنجليزية، بمعنى أنه موجه بالأساس للولايات المتحدة وليس للجمهور الإسرائيلي. يأتي ذلك بعد الإحباط المتزايد في أوساط إدارة بايدن من عدم التزام نتنياهو بما تم الاتفاق عليه. بالطبع هنالك مقترح فرنسي أمريكي من أجل محاولة التوصل إلى اتفاق، كان يفترض هذا المقترح، أشدد أيضا بأنه تم بمشاركة نتنياهو، بمعنى أن نتنياهو يعرف ماذا يحتوي هذا المقترح وهو كان شريكا في بلورته، وبالتالي يعني هو يعلم كل هذه الخطوات، وكان يفترض أن يصل إلى نيويورك بالأمس حسب المخطط والاتفاق بين نتنياهو وإدارة بايدن، بأن يصل إلى نيويورك ومن هناك مع وصوله يتحدث عن ترحيبه بأي مقترح لوقف إطلاق النار من أجل إطلاق مفاوضات على تكون هنالك فرصة للتوصل إلى ترتيبات أمنية في المنطقة الشمالية. ولكن هذا لم يحصل، رأينا بأن نتنياهو بعد الغضب الذي ساد في إسرائيل مع توارد الأنباء عن إمكانية وقف إطلاق النار، بدأنا نسمع تصريحات ربما أهمها تهديدات بن غفير، رغم أن يعني الكنيسة الآن في عطلة ولا يمكن إسقاط الحكومة، وأيضا لا يوجد تصويت في الكنيسة الإسرائيلية، وبالتالي يعني تهديده الآن في هذه اللحظة ليس ذات أهمية كبيرة، ولكن نتنياهو يعني شعر بالضغط تخوفا، أصدر بيانا من داخل طائرته حين كانت تطله إلى الولايات المتحدة، أصدر بيانا بأنه لا حديث عن وقف إطلاق النار، وحين وصل إلى نيويورك وخرج من طائرته كلنا سمعنا تصريحاته حين قال بأن إسرائيل ستستمر بضرب حزب الله بقوة، وبالتالي هو أحبط هذه المبادرة قبل أصلا أن تخرج إلى النور إلى العلن، قبل أن يتم يعني إغلاق هذه المناقشات. على أي حال، ليلة أمس كان هنالك استمرار لهذه الجهود، فهمنا وفق المصادر الإسرائيلية بأن واشنطن كانت ما زالت تضغط على إسرائيل، وبأن المفاوضات استمرت بمشاركة ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية، وهو مقرب من نتنياهو وإذا جاز التعبير كاتم أسرار نتنياهو، استمرت هذه النقاشات رغم أن يعني يبدو بأن إسرائيل وجهتها نحو التصعيد وليس نحو الاتفاق، ولكن ربما هذا البيان الذي خرج باللغة الإنجليزية كان هدفه تسوية سوء التفاهم أو تسوية العلاقات ما بين إسرائيل وحليفتها الأقوى الولايات المتحدة.